بعد العجز الوهاب المستمر في برنامج سؤال بريء، يلتجئ أحد مشايخ الوهابية إلى التشويش وإلى المطالبة بالمباهلة، فشنو اللي خلاه يطلب المباهلة؟ وهل وافق الحاج وعد اللامي؟ وما هي الأسباب التي جعلته يوافق أو لا؟ كل هذه الأمور إن شاء الله راح نعاقب عليها بعد أن نستمع إلى مداخلة الأخ الواسطي، أيضا مداخلة عمار الوهابي، مداخلة معاوية، مداخلة أبو عبد الملك. كل هذه المداخلات كانت في هذا الاتصال مجتمعة، بالإضافة إلى حرب الإمام علي عليه السلام وبغض الصحابة للإمام علي عليه السلام. نعم، مجموعة جدا كثيرة من المداخلات والحوارات كانت في ضمن اتصال واحد، إن صحت العبارة، تشويش، وبالخصوص موضوع المباهلة. لنسمع إن شاء الله إلى تمام الكلام، ونقول صلى على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطاهرين البركين. نستمع ونعقب خليفة. لقتلة عثمان، صح؟ نعم، كان مع قتلة عثمان. طيب، هو بأخطأ طبعا، خلاص. عندك يعني سؤال آخر أخونا علي الواسطي، يقول لك أن عليا عليه السلام هو أعان على قتل عثمان. السؤال الثاني تفضل. وأبو بكر، أبو بكر قال إذا أخطأ هو لم يجب على السؤال. أبو بكر قال إذا أخطأ يتقومني بزيوركم. اسمع عمار ابني، هل تنكر كلام اسمع أبو بكر؟ اسمع عمار، أولا ننتبه على السؤال. نعم، ضمن الشريعة الإسلامية هربت. ثانيا سؤالي، ما الذي استفادت الأمة الإسلامية من نفي عثمان الرسول؟ الهروب وأنتم الهاربون. لحظة أخونا أبو عبد الملك، لحظة بالكتاب والسنة. لحظة أبو عبد الملك، يا أستاذ أبو عبد الملك، يا أتحداكم أن تقبل المباهلة. إن شاء الله، إن شاء الله. علي الواسطي، إن شاء الله. علي الواسطي، هل تقبل المباهلة؟ أنا أباهلك. إن كنت تزعم وتدعي أنك على حق، لماذا تخاف من المباهلة؟ أخونا تركيا، تخاف من المباهلة؟ أحسنت، علي بريء منكم. أحسنت، أصبر، تفضل سؤالك الثاني أخونا علي الواسطي، عندي اتصالات كثيرة، تفضل. أستاذ علي الواسطي، طيب عندك إشكال؟ سؤال، ما الذي هم من نفي العصمة عنك؟ شكرا جزيلا أخونا، شكرا جزيلا. الذي استفادت الأمة من نفي، ما الذي استفادت الأمة من نفي العصمة عن النبي؟ شكرا لكم. حجواد، عندي سؤالين تسمح لي؟ تفضل اسأل، تفضل اسأل عمار. أرجعت السؤال، السؤال غير واضح. أرجعت السؤال، ماذا استفادت الأمة من عدم عصمة النبي صلى الله عليه وآله؟ تفضل أخونا. نحن نقول الرسول معصوم في التبليغ، فقط في التبليغ، في أمور الدين، أما باقي الأمور هذه ما علاقتنا فيها. في التبليغ، الرسول وشرابه وذهابه، التبليغ، يقول لك في التبليغ معصوم. الساجي، تفضل سؤالك الساجي. لا، السلام عليكم حجينا الغالي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا ما عندي سؤال، عندي مداخلة. تفضل. أول مرة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حجي، يرحم الحليب اللي رضعته، وإن شاء الله في ميزان حسناتك. هذا البرنامج مو بس أذلهم، خبلهم، جننهم. يعني البارحة لما انطب هذا صقور، أنت جاهل ضال في ميزان سيئاته يوم القيامة. أي حسنات؟ لا، خليني أسبب. لا 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 يا رجل مصطفى، لا أخي الساجي، بس لحظة، أخي الساجي، الطبيعي أنهم يثورون ويغضبون وتنتفخ أوداجهم على كلامكم على البرنامج، هذا أمر طبيعي. ليش؟ لأن سابقا كانوا يعمون والناس ما تسمع، الآن بدأنا نسمع الناس عقيدة هؤلاء، والناس بدأت تتشيع، فلذلك يغضب هؤلاء هذاك فانت صير هادئ اخونا، الله يبارك فيك. وابو عبد الملك يا اخي، اعطي مجال للعالم يا اخي، اعطي مجال. يعني حجي الله، ما بينك تخاف من المباهله؟ اجبني حجي، لماذا تخاف من المباهله؟ الست تقول بانك على حق؟ على الجد الست تقول ان مذهب السنه لا تتبعون النبي؟ يا حجوان، بس انا ما يخالف ابو عبد الملك، الحق مع اهل السنه. ابو عبد الملك انتظرنا بس، خلي يكمل الساجي. انا اخاف عبد الله، يخاف لان الحق مع اهل السنه لا يستطيع ان يباهل. طيب تفضل اخونا الساجي. يلا بعد اسكت واكتم زين، معاويه اكتم، خلي اكمل وبعدين اهرج. حجي يلا بسرعه قبل ما تنتم، بس لا تنتم يا اخي. اسكت، تفضل اسكت، اسالك ما ربوك؟ تفضل. اسامه بن زيد يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى منطقه الحرقه، هي من قبيله جهينه، يقول لحق يعني قاتلنا القوم، فانسان
ركض شرد ركضنا انا وواحد من الانصار يا ورا. رجل يا رجل انت رجل من اتباع ابن سبأ لا علاقه لكم بالاسلام لا يا اخونا الله اكبر يا ربي والله الكريم كلام الاخوان يوجعهم يا اخي اعطوا مجال للعالم اخونا الحبيب ابو عبد الملك ايش فيك انت مثل ما انت عندك فسحه خلي الاخر عنده فسحه الله يبارك فيك هو نقاش حجي قسما بلا اله الا الله سؤال هسه العبد لابو عبد الملك والله خليه يفر بذانه بس كمل سؤالك ساعدوني الله يبارك بيكم بس كمل سؤالك المهم حجي يقول الانصاري ترك لان هذا الرادي انقتل قال لا اله الا الله محمد رسول الله ترك الانصاري يقول اما انا فقتلته وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم قال له قتلته وقال لا اله الا الله قال يا رسول الله قالها تعوذا يعني التقاء السيف قال ثلاث مرات كررها علي أسامة يقول والله تمنيت اليوم أنا أسلمت ولا مر بهذا الموضوع وهذا الطرن يا لي حاكي قال له أنت كافر أحسن شنو بالك والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي كفرك إحنا ما نكفرك إحنا نقول عنك منافق طيب أشكرك أخونا بارك الله بك طيب اجيبك حجي بس ما اجيبك سؤال واحد بس اي بس استاذ عثمان لحظه قدمك ابو عبد الملك بس لحظه خليك كمل اي تفضل الساجي مولاي كمل حجي كثيرا ما الصحابه خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله مثلا في احد خالفوه نعم انفذوا جيش اسامه خالفوه بصلح الحديبيه خالفوه نعم يعني ماكو ابو كريم يعني ترى تمو يعني النبي نعم. بالصحابه صلى الله عليه واله وسلم انه طردهم نعم. وهذول يجون يقولوا لي ابتكروا فد نظريه سموها الصحابه في سبيل يضربون هذا البيت نعم هاي لا اكثر لا اكثر شكرا لكم اخو تفضل عثمان سؤالك عثمان بس قبل ان تسال خلي اقدم الاخ معاويه لين دوره وبعدين انت اسال تفضل الشيخ معاوية تفضل ليش ما تخليني اتكلم يا وعد النبي يا ابو السلام عليكم مو معاوية هذا شيخك خليه يتكلم معاوية تفضل معاوية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله بعيك يا استاذ وعد بعي شيوخ السنة كلهم حياك الله حياك الله وقولوا لابو عثمان السلام على من اتبع الهدى ليش هو سني على الهدى لا لا هو على سنه هو لسه سني هو ليه والله يا استاذ والله ما نطعم بصحابة رسول الله ما نطعم بصحابة ليس سنيا ولا مسلما لعد ليش النبي طعن وسبهم هذاك النبي مفتري نحن نتبع النبي كذاب يا مفتري نحن نتبع النبي في كل شيء النبي سبهم اخونا ابو عبد الملك في صحيح مسلم انت 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 لماذا تتهرب من المباهله ألست تقول أننا على باطل وأن النبي أخونا بحق لا يخاف أخونا يتهرب أخونا حبيبي احنا ما نقول أنكم زنادقة السلام عليكم حجينا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخونا احنا ما فاتحين حجي هذا حجي هذا إذا ما يحترمك أكو من يرد عليه ترى إذا ما يحترمك إذا يظل يتجاوز النوب مولانا أنا أرد عليه قسما بالله الصراخ على حجي شوفه يحترمك احترمه غصبا عليك وعلى معاوية الصراخ على قدر الألم الآن أخونا معاوية أخونا معاوية أنت تقول أنه اللي يسب الصحابة عندكم في البخاري النبي صلى الله عليه وآله قال لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدا منكم أنفق زين لما قال لهم لا تسبوا أصحابي كان يخاطب من فضل السؤال إلي لا للأخ معاوية وتتم وراجعه بس أرجوك التهدئ تفضل أستاذ شيخ معاوية أنا بس بدي أعقب شوي على كلام الأستاذ عمار لا لا لا, لا, لا لحظة النبي قال في وقت وآخر الدعوة قال لهم لا تسبوا أصحابي كان يخاطب من يخاطب الصحابة اللي يسبون الصحابة صح نعم ايوه ليش كانوا يسبون بعض؟ ما معنى السب اول شيء اللي عم يسبوا بعضهم هذا شيء الرسول خالد بن الوليد اكمل قول الرسول اي اكمل يلا اكمل انت اكمل قول لا تسبوا الصحابه اي فكل واحد ماذا
لو أن أحدكم لحظة أستخرج لك الحديث لأن كنت من حفظي لحظة لا تسبوا إذا قمت بتحذير أحد من السرقة ليس معناه إنه هو سرق إذا قمت بتحذير إنسان من فعل سيء لا لا أريد أن تعلم لا 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 لا, لا, لا في المساجد يعلمون الناس عدم السرقة هل معناته أنهم يسرقون؟ يقول في الحديث عن أبي سعيد الخدري ليس معنى إذا قلت لا تسب الصحابة معناته أنه سب الصحابي يعني ما كان بينهم لحظة 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 إذا ما كان بينهما سب صح؟ يعني وجود حالة هذا أنت تعمم وجود حالة أو حالتين لا يجوز أن تعمم إذا وجد حالة أو حالتين أنت سؤالك ينم أنه يوجد تعميم أنه كلهم طيب. كانوا يسبوا بعض هذا خطأ حالة أو حالتين زين ابن تيمية يقول إن كثيرا من الصحابة والتابعين كانوا يسبون علي ويبغضونه ويقاتلونه كذاب يا رجل أنا أعرض عليك إذا كنت رجلا يا بد تعطينا مجال حالة أو حالتين حالة أو حالتين كثيرا لا تعمل لك بابا يقول شون بلوى يا رب ذولا كثيرا ثلاثة أربعة كثيرا البعض يعتبر خمسة كثيرا لحظة لا لحظة لا يجب أن تحدد الرقم لحظة أنا الآن الآن أحدد لك الرقم البعض عنده ثلاثة عدد كبير عدد كبير لحظة البعض عنده خمسة كثير حدد لنا الرقم عشان نعرف نجاوب ماشي ماشي الآن أحدد لك الرقم لحظة لا حدد لنا الرقم أربعة خمسة عشان نعرف نجاوب إيه لحظة شوفوا إخواني شوفوا الشيعي الله أكبر الشيعي والله حق لكم أن تفخروا يا شيعة الكراء هذا كتاب شوف كنت أتكلم طبعا بالمناسبة لما كنت أتكلم من حفظي الحديث في البخاري إحنا ما نعطيكم إياه حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة عن الأعمشي قال سمعت ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وآله لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه الآن إذن هذا الكلام اللي كان يوجهه لمن كان يوجهه للصحابة إذن مين الصحابة اللي هم الصحابة يعلمهم التعليم ليس معناه أنهم يعلمهم كان يعلمهم إذن مثل أن يعلمهم عدم السرقة أحسن كان يسرقون شفت إخواني والله إخواني كان عندي غاية أقسم بالتعليم يا رجل أحسنت والله لله يدرك إخواني كان عندي غاية من إيراد هذا الحديث الأخ عمار بفطرته قال هذا لا ينطبق النهي لا ينطبق على لزوم أن السب قد وقع واضح؟ زين طيب الله تبارك وتعالى لما يقول في الآيات ليش ما تدافعون عن النبي كما دفعت عن الصحابة لما تحرم ما حل الله لك تاب الله على النبي غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر لما أذنت لهم هذه الآيات لما نقول لهم نقول لهم أن هذه الآيات لمجرد أنه يريد أن يعلم الأمة يقول لا 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 النبي أخطأ النبي أخطأ لما تجي الآن على الصحابة يقول لك الصحابة ما أخطأوا تعليم هل رأيتم يا أخوان أنا متعمد الآن هذا كتاب منهاج السنة كتاب منهاج السنة يقول الآن شوف يقول الآن يقول في كتاب منهاج السنة حرسكم الله تبارك وتعالى والكتاب أمامكم على الشاشة بالنسبة للأخوة اللي على يبحثون على اليوتيوب طيب يقول في منهاج السنة أمامكم يقول فإن عامة الصحابة عامة مين الصحابة والتابعين كانوا يودونهما أبو بكر وعمر وكانوا خير القرون أبو بكر وعمر كان عامة الصحابة يحبونهما ويودونهما نام على وسادة عالية بنت مين ولكن علي
أخ ابن تيمية عنده مرض من علي، ولكن ولم يكن كذلك علي، صحابة ما يحبوا. لعد وين القرآن؟ رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر. وين وين؟ إنما المؤمنون أخوة. ها لا لحظة يا إنما المؤمنون أخوة. زين وين المؤمنون أخوة؟ يقول ولم يكن كذلك علي فإن كثيرا من الصحابة والتابعين كانوا يبغضونه ويسبونه. علي علي كثير من الصحابة، كثير مش واحد واثنين ثلاثة وأربعة، يبغضونه ويسبونه ويقاتلونه. صحابة يقاتلون علي ويبغضون عليا. بعد الآن أتكلم من حفظي. يقول ابن تيمية ثلاثة يعتبر كثير، خمسة يعتبر كثير، سبعة يعتبر كثير. طيب لا يجوز أن تعمم، لا يجوز أن تعمم، هذا خطأ. طيب زين لا يجوز أن نعمم. أما بالنسبة لقتلة عثمان الآن قال هذا كتاب منهاج السنة أيضا، هذا على السريع كلها ضربات على السريع، هذا كتاب منهاج السنة وحق لكم يا شيعة أن تفخر. يقول هنا يقول ولهذا اسمعوا إخواني، ولهذا كانت خلافة عثمان هادية مهدية ساكنة والأمة فيها متفقة. عثمان ورد ورد هادئة ساكنة. يقول وكانت ست سنين لا ينكر، طبعا كل هذا كذب، ورب الكعبة والذي رفع السماء بغير، لكن هو لا يطالب بالدليل. ولا ينكر الناس عليه شيئا ثم أنكروا أشياء في الست الباقية، يعني ست سنوات ورد هدوء، الست سنوات الباقية طبعا لأن عثمان بن عفان دمر الأمة ست سنوات وهو يهدم في الدين، فالناس ضجت. يقول ولكن أنكروا في الست الباقية وهي دون ما أنكروه على علي من حين تولى. شوف البغض، يقول لك إنه عثمان بن عفان حكم 12 سنة، ست سنوات عثمان بن عفان كان لوز، بعد ست سنوات كلهم أنكروا علي، ولكن علي من البداية أنكروا علي. زين منو من البداية؟ يا عائشة طلعت علي، طلحة طلع علي. يا أخواني يا أخواني، لما عائشة تطلع علي وطلحة يطلع علي أنا شو ذنبي حتى تقولوا إن خلافتي ما مضبوطة؟ يا جماعتكم اللي خربوها. يقول وهي دون ما أنكروه على علي حين تولى، والذين خرجوا على عثمان، خليكم أصفر، خلينا نشوف من هو. الذين خرجوا على عثمان هم أوباش الناس، طائفة من أوباش الناس. زين الآن خلي فكرك وياي، عمار ومعاوية وأبو عبد الملك وهذه الشلة يقولون أن عليا كان يقود قتلة عثمان. هنا يقول قتلة عثمان هم أوباش الناس، يعني علي قائد الأوباش. أنا المفروض أقول حاشاه والعياذ بالله، لكن أنا متعمد ما أقول. ليش؟ حتى أمعن في هؤلاء. هم يقولون أن عليا قاد قتلة عثمان، هم يقولون الآن أن قتلة عثمان هو أوباش الناس، يعني علي قائد الأوباش هكذا. طيب عمار من وين جابه؟ جابه من هنا من ابن تيمية. أنا ليش أقولكم عمار أصدق من غيره، أبو عاش أصدق من غيره، معاوية أصدق من غيره، ما يتكلم من رأسه، يتكلم من ابن تيمية. حياكم الله من جديد أخواني أخواتي، مثل ما استمعنا مثل ما شاهدنا هذا الفيديو، الأخ علي الواسطي يتكلم على موضوع
وهذا الشخص المدعو أبو عبد الملك يتكلم عن المباهلة. طبعا الحاج وادي اللامي أصلا تجاهل هذا الشخص وما أعطى أي أهمية بخصوص المباهلة. خلنا نعطي مثال بسيط. صور أن اليوم كانت أكو مباهلة، كانت أكو مباهلة بين الحاج وادي اللامي وبين هذا الشخص، أو بين مثلا علي الواسطة وبين هذا الشخص المدعو أبو عبد الملك. المباهلة يعني الملاعنة، أنه أنت تخرج من حول الله وقوته إلى حولك وقوتك، وهكذا يعني إنزال العذاب وإنزال العقاب. تصور أنه بعد المباهلة يوم يومين ثلاثة أربعة سنة سنتين، لا هذا المدعو الوهابي صار بشيء ولا هذا الأخ الواسطي صار بشيء، فشنو اللي راح يكون فائدة المباهلة؟ خلينا نفرض فرض آخر، لنفترض أن الشيعي يعني مات بحادث سيارة، يعني نفترض أن الشيعي مات بجلطة قلبية، يعني نفترض أن هل هذا دليل على أن الشيعة كلهم خطأ لأن هذه المباهلة حدثت بين شخصين؟ مع احترامي إلى حتى الأخ علي الواسطة، بالتأكيد هو لا يمثل الشيعة ولا يمثل التشيع ولا يتكلم باسم التشيع. فإذا كان علي الواسطة مثلا دهست السيارة، والله يحفظه إن شاء الله، لكن أقول حتى نقرب المعنى، دهست السيارة أو بصورة أو بأخرى فارق الحياة، هل يكون أبو عبد الملك وما يمثله وما يدافع عنه هو الحق؟ هل يكون أهل البيت عليهم السلام على باطل والعياذ بالله واستغفر الله؟ فموضوع المباهلات موضوع كل بعيد كل البعد عن العلمية المطروحة. فأتمنى هذا الموضوع موضوع باهني أباهلك، أتمنى ينقطع في الحوارات والمناقشات إلا ما كان له ضرورة وضرورة قصوى جدا، وهذا له تفصيل آخر قد نتكلم به بفيديو مستقل. إذن الإمام علي عليه السلام بريء منكم يا شيعة، الإمام علي عليه السلام أنه أنتم لا تحبونه، إحنا أهل السنة نحبه، وإن هذا الكلام هذا الشخص ما أهل السنة والجماعة نفسهم يتبرؤون منه فقط للمعلومة. حبينا أنه ننقل هذا الحوار العلمي إن صحت العبارة، الحوار المؤدب من الجانب الشيعي والجانب الآخر الذي يكفرنا، أنتم من رجالات بن سبا، أنتم من الذين يعني ليس لهم قيمة في الحياة، كل هذه الأمور ينعتوننا بها، ومع ذلك الحاج وعد اللامي يتحمل. لا أريد أن أطيل أكثر، فقط لاحظوا ودققوا بكلام عمار، يقول أنه واحد واثنين وثلاثة من الممكن أن يكونون كثرة. فأخواني لو لاحظتوا ما قرأه الحاج وعد اللامي دليل القتال، أكيد ما راح يكونون أربعة خمسة هم اللي يقاتلون، قال كثير من الصحابة يسبونه ويبغضونه ويقاتلونه، فهذه يقاتلون معطوفة على يسبون ويلعنون، إذن كثير يعني أقلها مية، أكثر هذه إن صحت يعني عفوا إذا 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 جعلنا من كلام ابن تيمية هو قرينة القتال على قرينة السب. لا أريد أن أطيل أكثر، فقط أقول اذكروا محمد وآل محمد وفي أمان الله.